انا النهارده يا جماعه طالبه معايا قوي ان انا اتكلم عن حبيبتي، طالبه معايا قوي اتكلم عن مصر. مصر وطن بيعيش فينا مش وطن بنعيش فيه، مصر خالده وباقيه والكل زائلون، تتغير الاسماء وتبقى مصر، تموت الالقاب وتحيا مصر، من الفرعون للخليفة، من الخديوي للسلطان، من الملك للرئيس، كلهم راحوا وعاشت مصر. مصر عمرها ما فقدت شخصيتها ولا طبيعتها، ما غيرهاش حكم روماني أو فتح إسلامي، ما أثرش فيها غزو فرنساوي أو احتلال إنجليزي، كلهم اتغيروا ومصر ما اتغيرتش. العقلاء فقط هم اللي أدركوا الحقيقة دي فتعايشوا معاها وتعايشت معهم. نبي الله يوسف وهو عزيز مصر ما حاولش يهدم مسلات الفراعنة، ونبي الله موسى ما سعاش بعد غرق فرعون وجنوده أنه يحول مصر من دولة فرعونية لدولة عبرانية. مصر وصية محمد وأنشودة المسيح، مصر صوت الأذان وجرس الكنيسة، مصر ثلاثية محفوظ وعزازيل زيدان، مصر خطبة الجمعة وأجراس الأحد، مصر عشرة وعشرة طاولة على القهوة وكوز ذرة على الكورنيش، مصر أفلام عادل إمام ومسرحيات صبحي، مصر سندويتش فول وطبق كشري، مصر نكتة حلوة نسخر فيها من واقعنا، مصر غنوة حلوة تمس أشجاننا، مصر فانوس ينور الشارع في رمضان، مصر الخير والكرم على موائد الرحمن، مصر شاي بحليب ساعة الصبحية، فمصر بس تسمع كلمة لقمة هنية تكفي مية، هي دي مصر. واللي مش فاهم لازم يفهم، واللي مش عايز يفهم يبقى عمره ما هيفهم، والحدق يفهم. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. حبوا مصر يا جماعة، والله محتاجة مصر في الوقت اللي احنا فيه ده إن احنا نحبها. عندنا مشاكل، عندنا اقتصاد يعني ما نقدرش نقول عليه بينهار، إنما كل الجهات فيها عجز في الاقتصاد. طيب هنقعد ولا نشتغل؟ هنشتغل طبعا، هنشتغل عشان نقوم مصر يا جماعة. ناس بتشتكي كتير، اللي بيشتكي من التموين، واللي بيشتكي من البطالة، واللي بيشتكي من التعليم، واللي بيشتكي من الصحة، ناس كلها بتشتكي من كله كبير وصغير. ما تقولوا ليش ان في واحد النهاردة او ناس معاها فلوس ما بتعانيش من مشكلة ما، كل الناس بتعاني. يعني يبقى واحد مثلا باني برج في حتة سكنية كويسة جدا وقاعد قدام البرج بيشرب شيشة، ايه حاج فيه ايه؟ ما بعتش ولا شقة. ينزل في أسعار الشقق برضو ما بتتبعش. فالحالة الاقتصادية يا جماعة لازم كلنا نبقى عارفين انها فعلا تعبانة، كل الناس تعبانة، كل الناس على جميع المستويات على فكرة. يعني اللي كان بيشتري مثلا ويخزن بقى في التلاجة، ولا كان بيشتري مثلا 6 7 كيلو لحمة وحطهم في التلاجة، دلوقتي بيشتري 2 كيلو لحمة وبيروح ل ل ل للحاجات المدعمة. ف معلش، ما لازم هنستحمل، هنعمل ايه؟ هنسيب مصر ونطفش؟ هنطفش نروح فين؟ هنتبهدل، والله هنتبهدل. مفيش احسن من انك انت تبقى عايش في مصر في وسط اصحابك، في وسط اهلك، عزوتك بعايش فيها في وسطيها،